عرقوك السي الحاج العريشي. انت بقصار انت بعلاش كيفاش كتطلع عليهم؟ تكلا عليهم يعني حسبتي العلاش وصافي بقصار نزع عليهش معروفين بالانسجام وبالتعايش تسام معروفين لان المدينه الطرف ديالها مدينه سياحيه شاطئيه يعني فيها خليط اكثر من كتلقى المدينه ديال الصبغه في الاقليم يعني كيحسب الجاليه الاقليم الاقليم متكامل واحد الاحتضان ديال الجاليه اليوم الوطني المهاجر بالمناسبه اليوم الوطني المهاجر اليوم جينا نشاركوا الاخوان ديال الناس الشعب الاله الجمعيه ديال مدريد ديال الجاليه والاخوان الاخر ديال العريش باش نساندوهم انطلاقه ديال هذا الحفل اليوم والان غادي نمشيو لقصر كبير باش في الساعه 9 ليلا كاين سهره وكاين ندوه وكاين تكريم وجوه ديال الجاليه اللي مقيمه في برشلونه وفي انحاء اوروبا عندنا من السويد من الانجليز من فرنسا المانيا هولندا بلجيكا اسبانيا ايطاليا شفتونا خايف في العالم كامل والله الله واسع.